يا ابني ما كنت ريحت لك كام يوم في المستشفى. يا عوني عوني انت عارف انا بتخنق من قعده المستشفى دي. ايوه ما قلناش حاجه، بس انا شايفك يعني عمال تهري وتنكد في نفسك كده مش عارف ليه. بنكد بعد اللي حكيته لي فوق في المستشفى عن جابر وسفر جابر مع نصار، عاوز يزيحني يا عوني وياخد مكاني لكن ده بعينه. يا عم يزيحك مين؟ يزيحك مين؟ هو نصار بيقدر يستغنى عنك؟ ده سره كله معاك يا شومان. وبعدين خد بالك جابر ده كبر ولا صغر حته عيل هلفوت، هياخد له يومين وبعد كده يتكل على الله. الهلفوت اللي انت بتتكلم عليه ده بيلعبنا كلنا يا عوني، وشويه شويه هياكلنا كلنا. لا اصحى، اكل مين؟ اصحى بس انت، احنا نستفيد منه في عمليتين ثلاثه كده وبعد كده نقعد بقى على رواقه كده نرتب له الترتيب الصح ونخلص منه. بس يرجع نصار بيه واشوف عامل ايه معاه، وعلى ضوء ده انا هعرف اتصرف مع جابر كويس. دلوقتي انت عايز تروح فين؟ عايز اطلع البازار. بازار ايه؟ بازار ايه؟ ما تروح بيتكوا يا عم تستريح. بيت ايه يا عوني؟ قلت لك عايز اطلع البازار. خلاص خلاص، لا رجلك التانيه تتكسر. يلا يلا اخويا.